أنا أقول لسيد الوطن قدمنا الكثير، إذا كان الفاسدين أكثر من المواطنين افتحوا الحدود لنخرج واتركوا هذا الفساد للفاسدين. على ماذا ندافع إن لم يكن لنا في هذا الوطن مأوى؟ انظروا إلى الفساد، أي مواطن يستطيع العيش هو فاسد. ونلعن يزيد ومعاوية والوهابية واللي خلصها. استدعيك أنا وأخي إلى إدلب للمشاركة إن شاء الله في العمليات المقبلة. اليوم يأتيني مكالمة من الأهل بإفراغ منزل أهلي. دار الفرة بلقاء أحوال الناس أمس يقول بأنكم أضفتموهم لأصحاب الفنادق منذ اللحظة الأولى، والأصدقاء الإيرانيين يقدمون أجر المنازل، ونحن قدمنا يا أستاذ نزار دماء لتبقى هذه الفنادق. على ماذا ندافع إن لم يكن لنا في هذا الوطن مأوى؟ أنا أناشد جميع الأحرار، هل الواقع في سوريا يقبل هذه القسمة؟ أن يأتي النصوص والحيتان مقابل عسكري يضع كل راتبه من أجل الوصول إلى خدمته العسكرية. هذا البلد فاسد إذا كانت هذه القسمة. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا سيادة الرئيس.